أعرب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن إعجابه بفريق برشلونة تحت قيادة الألماني هانز فليك بعد المواجهة الودية التي جمعت الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية. الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي فازت بها برشلونة بنتيجة 4-1. غوارديولا قال في تصريحات إعلامية عقب المباراة: أحببت أداء برشلونة كثيرا تحت قيادة فليك، اللعب الموضعي كان رائعا، الأجنحة تلعب بشكل مميز، لعبوا الوسط يصلون في المواجهات والظهيران يهاجمان في المساحات. الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عبر عن رضائه بظهوره الأول في الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، وقال إن هدفه في برشلونة هو القيام بشيء مماثل لما بناه بيب غوارديولا في مانشستر سيتي في السنوات الثماني الماضية. وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: كنا جيدين حقا ضد فريق عظيم، دافعنا معا وهاجمنا معا كفريق واحد، وهذا ما نريده. ربما كان الأداء منخفضا للغاية، فكرتنا هي أن نكون أكثر تقدما قليلا، نحتاج إلى المزيد من الاستحواذ، لكننا نلعب ضد مانشستر سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا منذ 8 سنوات.